بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا شباب، أنا زميلكم أحمد سيد. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم عن الهوريزونتال كيرفز للقطورة. أنا عارف إن الموضوع كان في المحاضرة يبان تقيل شوية، بس إن شاء الله الفيديو دوت هيكون خفيف ولطيف، وتقدروا إن شاء الله إنكم تجمعوا منه الموضوع. الفيديو هيكون متقسم 3 أجزاء، جزء فيه مقدمة هنحتاجها في الهوريزونتال كيرف، جزء الإثبات القانون بتاع الهوريزونتال كيرف، وجزء هنحل فيه مثال موجود في الشيت. الفيديو هيكون متقسم إن شاء الله تحت برضو عشان لو حد حابب إن هو يبص على جزئية معينة. طيب نبتدي بسم الله. أول حاجة، في شوية حاجات عايزين نتفق عليها بخصوص الهوريزونتال كيرف، أو حاجات قبل الهوريزونتال كيرف بس محتاجين نتأكد إن كلنا فاهمينها. هي حاجات قديمة إلى حد ما، فمحتاجين نفتكرها، وحتى لو أنت مش عارفها أو أنتم مش عارفينها فأنا هشرحها دلوقتي بحيث نبقى كلنا متأكدين إن الجزئية ديت احنا وصلنا كلنا. أول حاجة هنتكلم عنها هي السنتريفيوجال فورس، أو القوة التيار المركزية. إيه حوار السنتريفيوجال فورس؟ خلونا نبص على الشكل ده ونبتدي نتكلم. إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية، ده كله احنا عارفينه، بس هو ما وقفش عند الجاذبية بصراحة. ايه اللي اكتشفه نيوتن؟ اكتشف نيوتن ان اي جسم بيتحرك في مسار دائري زي المنظر ده بتأثر عليه فورس بتحاول انها تخرجه بره المسار الدائري. يعني الاوبجكت اللي عندي اللي هو الدايره ديت، لو هي بتتحرك في المسار الدائري دوت هتأثر عليها فورس اللي احنا واخدينها هنا بالسهم الاحمر، عايزه انها تطلع الاوبجكت دوت بره المسار الدائري وتطلعه لبره. جميل. هل الكلام دوت نيوتن اكتشفه بمحض صدفة أو اخترعه من دماغه؟ أكيد لأ، أكيد هو شاف حاجة موجودة في الكون وبناء عليها حط نظرياته والمعادلات بتاعته. طيب عايزين احنا كمان بقى نشوف الفورس ديت، أو نبتدي ان احنا نحس بيها عشان نبتدي نقتنع بكلام نيوتن. فخلونا نتفرج على فيديو كده بسيط نحاول نلقط منه الفكرة بتاعت السنتريفيوجال فورس. ايه المنظر دوت؟ ديت لعبة اسمها هامر ثرو او رمي المطرقة. عبارة عن ايه؟ بيكون اللعيب دوت، دي بالمناسبة لعبة في الاولمبياد، بيكون اللعيب دوت ماسك مقبض، المقبض دوت متوصل بكيبل، والكيبل متوصل بكرة. ايه الهدف او ايه المطلوب من اللاعب دوت؟ محتاج ان هو يحدف الكورة ديت لأبعد مسافة. طيب بيعمل بقى الكلام ده ازاي؟ تعالوا نتفرج على الفيديو ونشوف ايه اللي هو هيعمله دلوقتي. ابتدى ان هو يرفعها وبيلفها زي ما انتم شايفين في مسار دائري. تمام، ركزوا بقى ايه اللي هيحصل هنا. هو دلوقتي هيسيب المقبض، لما ساب المقبض ايه اللي حصل؟ الكورة اللي هي تقيلة نسبيا اتحركت من مكان ما هو كان واقف هناك لحد هنا. طيب عشان الكورة تتحرك المسافة ديت كلها، مش هي محتاجة فورس او قوة تحركها من مكان ما هو واقف لمكان ما نزلت هنا؟ تمام. وفي نفس الوقت هو كان زي ما احنا اتفقنا بيلف الكورة في مسار دائري وهي اتحركت مسافة طولية. اذا الكلام بتاع نيوتن مظبوط، ان هو لما الكورة اتحركت في مسار دائري نتجت عليها فورس، الفورس دي اتحركتها مسافة طولية. طيب والله يا باشمهندس انا بصراحة مش مقتنع بكلامك، ومعلش يعني ايه الانيميشن العبيط دوت اللي انت جايبه لي مع اي حد يعمل اي كلام من الكلام دوت، وانا بصراحة مش مقتنع. خلاص بلاها الانيميشن، نروح للست الوالدة في البيت نقول لها ايه، بره عنك انت يا ست كل دلوقتي الغسيل، انا هغسل. ايه علاقة الغسيل بالسنتريفيوجال فورس؟ تعالوا نبص. ديت منظر الغسالة اللي بتكون موجودة عندنا في البيت. ايه الفكرة؟ الغسالة بتبتدي انها اول حاجة تجمع مية، وبتبتدي انها تلف عشان الهدوم اللي موجودة، نبتدي ان احنا نطلع اي حاجة مش نضيفة موجودة في الهدوم. جميل. وبعدين بتبتدي الغسالة تسمح عن طريق الفتحات اللي موجودة هنا انها تطلع المية بره. تمام، وبتلف بسرعات عالية عدد دورات معين. بلاقي ايه؟ بلاقي ان المية خرجت من الفتحات، بس لو المية خرجت بس الهدوم هتفضل مبلولة، بس الهدوم احنا بنطلعها من غسالة ناشفة. بيحصل الكلام ده ازاي؟ بلاقي ان الغسالة بتلف بسرعة عالية جدا، فبيحصل قوة من شدتها بتخرج المية من الهدوم زي ما نشوف دلوقتي المية هي ابتدت تخرج،
ومش بس كده لأ، ده زي ما احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان الهدوم او الشرابات الموجودة في الفيديو هنا وقفت او لزقت في الجدران الخارجية بتاعة الحلة من شدة القوة اللي حاصلة على الهدوم ديت نتيجة دوران الحلة بسرعة عالية جدا. جميل كده، احنا خلاص اتأكدنا ان في فورس بتنتج عن اي جسم بيتحرك في مسار دائري. لو حد مش مقتنع لحد دلوقتي يبقى خلاص ما تكملش الفيديو، نصيحة يعني، ان مفيش اي اقتناع هيكون اكتر من كده. لو انت بقى مقتنع معايا تعالى نبتدي بقى ايه، نظبط الكلام اللي احنا قلناه دوت ونحطه في صيغة رياضية. نيوتن حط صيغة رياضية للسنترفيوجال فورس وهي F بتساوي mv سكوير على R. مش هنقعد نقول الرقم دوت جه منين لان احنا مش مهتمين باستنتاجه، بس محتاجين نعرف كل رمز بيرمز ليه. اول حاجه الاف هي السنترفيوجال فورس او القوه الطارده المركزيه، الام هو الكتله بتاعه الجسم اللي عندي، الفي هي الفيلوسيتي بتاعه الجسم اللي عندي او السرعه بتاعه الجسم اللي عندي، ار هو نص القطر اللي بيدور فيه الاوبجكت. تمام، يبقى احنا كده عرفنا كل ترم او كل رمز موجود هنا بيعبر عن ايه في القانون. ده كده اول جزء محتاجين ان احنا نكون عارفينه هو centrifugal force. تاني حاجة محتاجين نتكلم عنها شوية هي الانجلز او الزوايا. بالنسبة لنا ايه اللي محتاجينه في الانجلز؟ محتاجين نتذكر قانون قديم كنا بنستخدمه اللي هو التحويل من التقدير الدائري للتقدير بالدرجات، او ان احنا نحول من ديجري لريديان. كان القانون عندنا بالمنظر ده، سيتا بالريديان على باي بتساوي سيتا بالديجري على 180. طيب ايه بس الفرق بين السيتا بالريديان او والسيتا بالديجري؟ والله السيتا بالريديان بستخدمها بره التريجونوميتريك فانكشنز، يعني بره الدوال المثلثية بستخدم سيتا بالريديان. بمعنى انا لو عندي ساين كوزاين تان كوتان اي حاجة من التريجونوميتريك فانكشنز او الدوال المثلثية بعوض عنها بالسيتا بالديجري، بحط جواها زاوية 30 درجة 40 درجة وما إلى ذلك. لكن لو أنا عندي حاجة بره، يعني مثلا مش هعوض عن الزاوية في تان أو في كوتان، فبحط الزاوية مثلا 2 باي، ما بحطهاش 360 درجة أو هكذا. ليه أنا بذكر الموضوع دوت؟ الدكتور ذكر في المحاضرة إن في الزوايا الصغيرة الأنجل بتساوي الساين بتاعتها بتساوي التان، وفي الزوايا الصغيرة برضو الكوزاين بتساوي تقريبا واحد. فتعال ناخد برقم او بشوية ارقام مثال رقمي نبتدي ان احنا نتأكد هل الكلام ده مظبوط ولا لا. طيب عندنا احنا هنا في السكة بيكون الميول صغيرة جدا، بتكون 1 في 1000 2 في 1000 وما الى ذلك. فتعالوا ناخد رقم 1 للـ1000 دوت ونبتدي نجرب عليه نشوف هل الكلام دوت فعلا valid ولا لا. طيب تعالوا اول حاجة نجيب الزاوية بالدرجات، اجيب الآلة واجيب سيتا بالديجري بتساوي تان ماينس 1 واحد على 1000. طلعت الزاوية بالنسبة لي 0.0572 ديجري. جميل، تعالوا نحول الزاوية ديت نخليها بالريديان. اعمل ايه؟ اعوض في القانون اللي هنا، عندي هنا الواي وعندي هنا 180، احط مكان السيتا بالديجري احط 0.0572 زي ما احنا عملنا هنا. هلاقي السيتا بالريديان طلعت 9.98 في 10^4. لو انا قربت 9.98 ديت لأقرب رقم هلاقيها بعشرة، في 10 في 10^4 تطلع بـ10^3. يبقى لي كده الزاوية بالريديان طلعت بتساوي 10^3. جميل، لو حبيت اجيب تان الزاوية اللي عندي اللي هو نفس السلوب اللي عندي في الأول اللي هو كان 1 لـ1000، فتان سيتا بيساوي 1 على 1000 بيساوي 10^3 اللي هو ايه، اللي هو نفس برضو السيتا بالريديان. طيب تعالوا نجيب الساين، اكتب على الآلة الساين الزاوية اللي انا كنت لسه مطلعها فوق اللي هي 0.0572 هلاقيها بتساوي 9.98 في 10^4 اللي هي برضو تساوي تقريبا 10^3. يبقى انا كده تيقنت بالارقام ان سيتا بالريديان بتساوي التان بتساوي الساين. فاضل لنا نتأكد ان الكوزاين بتساوي تقريبا واحد، برضو نمسك الآلة نكتب كوزاين 0.0572 هنلاقيها مكتوب على الآلة 0.9999 اللي هو تقريبا بتساوي واحد. خلاص
فاحنا كده اتأكدنا بالأرقام اللي الدكتور قال عنه في المحاضرة، إن للزوايا الصغيرة السيتا بالريديان بتساوي التان وبتساوي الساين، وكوزاين السيتا في الزوايا الصغيرة بيساوي تقريبا واحد. دي كده المقدمة اللي احنا محتاجين نكون عارفينها، وكفاية بقى مقدمات نبتدي نخش على الموضوع بتاعنا اللي احنا حاليا عايزين فعلا نتكلم عنه، وهو الهوريزونتال كيرف في القطر. ايه المهم بالنسبة لي اللي انا عايز اتكلم عنه في الهوريزونتال كيرف؟ والله لو بصينا على الشكل دوت، ده كده عجل قطر بيحاول ان هو يدور في كيرف. طب ليه اساسا بعمل كيرفات؟ والله مش شرط ان السكة تكمل عندي من الاول للاخر في طريق مستقيم، ممكن احتاج عند مناطق معينة ابتدي ان انا اعمل دورانات زي المنظر ده. ايه الخطوط السوداء اللي بتظهر ديت؟ الخطوط السوداء ديت عبارة عن سنتريفيوجال فورس او قوة طاردة مركزية موجودة بتحصل على القطر وهو بيلف. تمام. طيب هل الفورس ديت يعني انا مهتم ليها بيها ليه؟ ما القطر تقيل وما اعتقدش يعني ان الفورس ديت هتكون قوية جدا لدرجة انها تعمل لي مشاكل، بس احنا اتفقنا من القانون في الاول ان اف بتساوي ام في سكوير على ار، فلو كتلة القطر كبيرة ده معناه ان الفورس هتكون اكبر، ولو سرعة القطر كبيرة ده برضو معناه ان الفورس ديت هتكون كبيرة جدا. طب والفورس ديت ممكن تعمل ايه؟ ممكن انها تخلي لي القطر يتقل. مش مقتنعين؟ اه حقكم. طب خلاص تعالوا نتفرج على فيديو ونبتدي نشوف ايه اللي هيحصل لو انا مش مهتم او مخدتش بالي في الاعتبار ان في فورس هتأثر على القطر وهو بيدور. ده كده هو قطر داخل على دوران، اللي حصل بسبب السنترفيوجال فورس القطر مضاش، بل بالعكس هو اتقلب خرج بره السكة تماما اللي هو كان فيها وابتدى ان هو يكسر. ده في حالة ايه؟ ده كان جرار واحد بس. فلو كان الموضوع مكمل معايا، لو كان القطر دوت في عربات ركاب ورا او عربات بضايع، طبعا هتكون الخسائر كبيرة جدا. جميل، يبقى احنا عايزين بقى ندرس اللي حصل. ده شكل القطر لو احنا باصين في الاليفيشن، الوزن جاي لتحت والسنترفيوجال فورس او الاف اللي موجود عندي هنا هي اللي بتأثر عليه في الاتجاه ده. هل في اي حاجة تمنع من الناحية التانية؟ لا مفيش. فبالتالي لما بيجي القطر يلف بلاقي ان الاف ديت بتكون كبيرة جدا، فبتسبب لي ان القطر يخرج بره التراك بتاعه او بره القضبان وبيتقلب. انا بقى اقدر اعمل ايه عشان اريزيست الفورس ديت؟ والله المهندسين عملوا حركة لذيذة جدا. ايه اللي هم عملوه؟ ميلوا بس سكة القطر بالمنظر ده، ميلوها ايه؟ بزاوية صغيرة جدا اللي هي الفا. ايه بقى وجه الاستفادة اللي انا استفدته من حاجة زي كده؟ والله اللي انا استفدته ان انا الوزن هقدر دلوقتي احلله في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. وبعدين ايه بقى وجه الاستفادة؟ كده بقى في عندي فورس بترد على السنتريفيوجال فورس اللي كانت موجودة عندي في الاول، فبالتالي قدرت ان احط قوة تقدر توازن مع القوة الطاردة المركزية، فاضمن ان القطر ما يتقلبش او يطلع بره التراك بتاعه. طيب احنا اتفقنا خلاص ان انا كده هميل القطر بنسبة معينة او بمقدار معين. انا بقى عايز اعرف الميلان دوت او زاوية الفا ديت هجيبها ازاي او بتساوي ايه. طيب زاوية الفا بتساوي ايه؟ بتساوي ساين ماينس وان اي على ايه. طيب ايه ايه وايه ايه؟ الاي ديت هو المقابل اللي هو ده، اي ديت هو المسافة اللي انا هرفعها بشكل فيرتيكال او بشكل رأسي للقطر عشان ابتدي ان انا اميله، وديت بالانجليزي اسمها سوبر اليفيشن زي ما خدناها في الطرق. طيب ايه الاي بتاعتنا؟ الاي هي الوتر. ايه هو الوتر؟ اللي هو المسافة دي ديت كده ليه، اللي هو باختصارا يعني هو عرض القضبان او ويدث اوف تراك. يبقى انا عندي الالفا ديت الساين بتاعتها مقابل على وتر اللي هو اي على اي. الاي ديت اللي هو الارتفاع الرأسي اللي انا هرفع بيه القضبان، والاي دوت هو عرض القضيب بتاع القطر. تعالوا بقى ايه نبتدي نتكلم
ازاي اقدر اثبت القانون اللي الدكتور اتكلم عنه في المحاضرة. ده هو نفس الشكل اللي احنا كنا متكلمين عنه في السلايد اللي فاتت. وتعالوا نبتدي نشتق القانون او نعمل له بروفينج. اول حاجة من قوانين نيوتن للحركة، سيجما الفورسز ان اني دايركشن ايكوال ماس في الاكسلريشن. يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز ادرس الاتجاه ده اللي هو المفروض هيحصل لي فيه السنتريفيوجال فورس، او هيبتدي ان القطر ممكن يتقلب بسببه، تمام؟ فنيوتن قال لنا ان مجموع القوى اللي بتأثر في اي اتجاه بتساوي كتلة الجسم في العجلة اللي بيتحرك بيها. جميل، ايه الفورسز بقى اللي بتأثر عندي؟ والله لو انا بصيت هنا في عند الخط الاحمر اللي انا عامله على الخط الدوت اللي كان موجود في الاول، والله انا في عندي تو فورسز. ايه الفورسز اللي عندي؟ في عندي اف اتش كوزاين الفا اللي هو هنا، وفي عندي لو ديت برضو الفا هيبقى عندي هنا في ويت في الساين الفا. خلاص تعالوا نكتب الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه. يبقى اف اتش كوزاين الفا بتساوي ماينس الويت ساين الفا، عشان الاف اتش رايحة في الاتجاه ده والويت جاي في الاتجاه العكسي. الكلام ده بيساوي الماس في الاكسلريشن. بس احنا عملنا ايه؟ حطينا حاجة اسمها اي اي، بس هي كانت هنا اي بس. ايه الفرق بين الاي والاي اي؟ الاي هي الاكسلريشن بشكل عام، لكن الاي اي هي اللاترال اكسلريشن، بمعنى ان القطر لما بيتحرك في مسار دائري بالمنظر ده الاكسلريشن بيحصل لها توزيع. بيكون عندي اكسلريشن رايحة في اتجاه السنتر، وده بنسميها اي اي او لاترال acceleration، وبيكون عندي في acceleration جاية بالمنظر دوت بنسميها A. بس ال A ديت هي ال acceleration اللي بتخلي القطر يتحرك لقدام. طيب اللي أنا مهتم بيه، أنا مهتم بال AE أو ال acceleration اللي في الاتجاه العرضي، عشان هي اللي بتمنع معايا حركة القطر بره القضبان بتاعته. ايه اللي أنا عارفه في الكلام دوت؟ والله أنا عارف FH، احنا لسه مطلعين القانون بتاعه، فتعالوا نشيل ال اف اتش ونحط مكانها الرموز بتاعتها. اف اتش كنا اتفقنا انها بتساوي ام في سكوير على ار، بس يا باشمهندس انت هنا حطيتها اس ما حطيتهاش في. هو مظبوط، هو الاس هي الفي سبيد او فيلوسيتي. الفرق بس ان احنا عايزين نلتزم بالرموز اللي الدكتور اتكلم عنها في المحاضره. طيب ام هي الماس زي ما هي، الاس هي السبيد، ار اتش هو نص قطر الدوران اللي هيدور عليه القطر. تمام، كوزين الفا زي ما هي، دبليو ساين الفا زي ما هي، بتساوي الماس في الاكسلريشن. تعالوا نخش على ستيب بعدها. ايه هي الستيب؟ والله كنا خدنا قبل كده ان ال W بتساوي ام جي، الوزن بيساوي الكتله في عجله الجاذبيه. واتفقنا قبل كده لسه في نفس المحاضره ديت ان كوزين الزوايا الصغيره جدا والمست بيساوي 1. جميل، يبقى انا كده لو عايز اشيل الماس اللي موجودة هنا او الماس اللي موجودة هنا، مش انا اقدر اشيلها واحط مكانها W على G؟ ينفع، خلاص هشيل كل ماس واحط مكانها W على G. عملناها هنا وعملناها هنا. ايه اللي ظهر معايا؟ والله انا شايف هنا في W، وشايف هنا في W، وشايف هنا في W، فانا ممكن اني ابتدي اقسم على W فاقدر ان انا اطير كل دول. خلاص عايز انا بقى ايه؟ عايز اجيب الاي ديت احطها في مكان لوحده، احطها في طرف لوحده. عشان اعمل الكلام دوت اعمل ايه؟ اخد الترم دوت اودي هنا، واخد الترم دوت اودي هنا، وابتدي بقى إيه؟ ان انا اظبط شكل المعادلة بتاعتي. الموضوع بسيط، هلاقي الشكل طلع بالنسبة لي بالمنظر ده. اي بتساوي اس سكوير على جي في ار اتش ماينس اي اي على جي الكل في ايه. ده كده خلاص احنا استنتجنا القانون، خلصنا. بس يا باشمهندس ده مش نفس المنظر اللي الدكتور كان ادهولنا في المحاضره. لا الدكتور ادانا المنظر كان مختلف تماما. بالظبط، دي حقيقه. احنا كده خلصنا استنتاجه، بس عايزين لسه شويه حاجات. ايه الحاجات اللي احنا لسه عايزينها؟ عايزين نظبط اليونتس بتاعتنا او الوحدات. ليه؟ احنا دلوقتي الاس
في القانون هنا احنا المفروض هنعوض عليها بمتر على الثانية. طيب واحنا شغالين في السكة احنا بنستخدم ايه؟ لا احنا بنستخدم السرعة بكيلو متر في الساعة، فبالتالي محتاج ان انا احول السرعة ديت ان انا اخليها بدل ما هي متر في الثانية اخليها كيلو متر في الساعة. طيب احول الكلام ده ازاي؟ والله الموضوع بسيط، انا عندي كيلو متر في الساعة وانا عايز اخليه متر على الثانية. طيب عشان اشيل الكيلو متر ديت اعمل ايه؟ اقسم على كيلو وانا عايز اخليها متر فحط فوق متر، والواحد كيلو في 1000 متر. تمام، نفس الكلام في الاور، انا عايز اشيل الاور اللي عندي هنا فممكن اشيلها باني اضرب فيها فوق، وانا عايز اخلي الاور ديت ثانية فهقسم على ثانية. وعندي برضو الساعة فيها 60 دقيقة في 60 ثانية. لو مش فاهمين التحويلة ديت مش مشكلة، الفكرة ان انا بس بدل ما هبقى حاطط اس هحط مكانها اس على 3.6. بس انا عندي هنا الاس سكويرد، فانا بالتالي اما هاجي اشيلها احط مكانها اس على 3.6 سكويرد. والجي اي زي ما احنا عارفين هي ب 9.81، فلو خدت الرقم ده وتعوضت بيه في المعادلة هلاقيها طلعت لي بايه؟ هلاقي ان الاي طلعت لي باس سكويرد على 127.14 ار اتش ماينس الاي على 9.81، الكل مضروب في ايه؟ لازالت برضو مش هي نفس الايكويشن او نفس المعادلة اللي الدكتور ادهالنا في المحاضرة. ايه بقى المشكلة بالنسبة لنا؟ تعالوا نخش في السلايد التانية ونبتدي نتكلم. ده اهو نفس المعادلة اللي احنا وصلنا لها المرة اللي فاتت، بس محتاجين هنزود عليها حاجة كمان. ايه هي الحاجة؟ ايه ديت؟ ايه المشكلة في ايه؟ احنا اتفقنا ان الاي هي عرض التراك. طيب الاي ديت عرض التراك كشكل او بصورة جنرال هو 1500 ملي. تمام، ده ستاندرد في كل انحاء العالم الا روسيا. روسيا يعني بيكونوا مختلفين عادة في اي حاجة عن باقي دول العالم. طيب وبعدين انا عايز اعرف والله هل انا شغال بشكل جنرال ولا لا، هو بيديني في المسألة، بس انا عايز بقى اظبط المعادلة على انها تبقى شغالة سواء في مصر سواء في امريكا سواء في روسيا. فبالتالي زي ما احنا اتفقنا ان العرض الجنرال بيكون 1500، فممكن ان احنا نضرب الاي ديت في 1500 فوق على 1500 تحت. هل في اي حاجة هتتغير؟ لا مفيش اي حاجة هتتغير، الفكرة بس ان انا هضرب ال 1500 اللي فوق ديت جوه القوس هنا، وال 1500 اللي تحت هسيبها الاي مقسوم عليها من غير ما اغير اي حاجة، فيطلع عندي المنظر ده. ايه المنظر دوت؟ ما اضرب 1500 جوه بتبقى 1500 على 127.14 هتطلع ب 11.8، و1500 على 9.81 هتطلع 153، وسيبنا ال 1500 اللي مقسومة عليها بره. ده كده الشكل الايكويشن الموجود عندنا في المحاضرة واللي الدكتور المفروض اثبتها معانا. ليه بس ضربت في 1500 قسمت على 1500؟ والله عشان الايه ديت. لو انا شغال جنرال فهعوض عن الايه ديت ب 1500، فالترم دوت هيطير معايا، فكده انا بالنسبة لي ما عنديش اي مشكلة. طب لو افترضنا مثلا ان انا شغال في روسيا والاي ديت برقم مختلف، خلاص هقعد بالاي بالرقم اللي هو مديهولي جيفن في السؤال، وهطلع الارقام برضو مظبوطة، واشوف انا محتاج ارفع السكة الحديدة عندي قد ايه عشان اقاوم السنترفيوجال فورس. برضو زي ما عملنا في السنترفيوجال فورس عايزين نبتدي نتكلم كل ترم موجود في المعادلة ديت بيعبر عن ايه، ومش بس كده عايزين نعرف نعوض عنه وحدات. اول حاجة الاي هي السوبر اليفيشن وبطلع وحداتها بالملي. تاني حاجة الاس هي السبيد او سرعة القطر وبعوض عنها بالكيلومتر في الساعة. تالت حاجة الار اتش اللي هو نص قطر الدوران بتاع القطر ودوت بعوض عنه بالمتر. الاي اي هي اللاترال اكسلريشن العجلة الجانبية ودي بعوض عنها بمتر على الثانية تربيع. وآخر حاجة الـ A اللي هو عرض القضبان أو التراك ويدث ودوت بعوض عنه بالملي. تمام، ده كده القانون اللي احنا أثبتناه واللي مطلوب مننا
في الشيت، ومطلوب برضو مننا غالبا في الميد ترم هيجي لنا بشكل اساسي، فلازم نبقى فاهمين هو جه ازاي، ونجرب ان احنا نثبته مع نفسنا مرة او مرتين على الاقل عشان الموضوع يكون سهل بالنسبة لنا. رغينا كتير، وانا عارف ان الموضوع النظري بيكون عموما رخم، فتعالوا ناخد مثال موجود عندنا في الشيت ونبتدي نشوف الدنيا عاملة ازاي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في عندي ريلوي تراك، في عندي سكة او مسار بتاع قطر. بيقول لي with variable speeds، السرعة عليه مختلفة، and normal gauge. يعني ايه normal gauge؟ يعني العرض بتاع السكة بتاعة القطر هو normal. يعني ايه normal؟ يعني الايه عندي بتساوي 1500، اللي هو الجنرال بالنسبة لنا 1500 مللي. لو الايه مش ب 1500 مش هيسكول لي normal gauge، هيسكول لي القيمة التانية بتاعتها. بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي has an average speed 100 كيلومتر بير اور. مديني هنا الاس بتاعتي 100 كيلو في الساعة. عايز نعمل ايه؟ بيقول لي calculate the super elevation، يعني عايزني احسب ال e for a horizontal curve of 900 meter radius دوت كده ال rh. ومديني 2 cases. اول حاجة بيقول لي no transverse acceleration is permitted، انا مش سامح بأكسلريشن في الاتجاه العرضي. يعني بمعنى آخر الـ A E بتساوي زيرو. والكيس التانية اللي عندي بيقول لي a value of 0.45 meter per second square transverse acceleration is permitted، يعني أنا سامح بأكسلريشن في الاتجاه العرضي وقيمتها 0.45، يعني الـ A E عندنا هنا بـ 0.45. تعالوا ناخد كل كيس لوحدها ونبتدي ان احنا نشوف. هو الموضوع تعويض مباشر في القانون بدون اي افكار. يعني اول حاجة الكيس الاولانية ان انا مكنتش سامح بالترانسفيرز اكسلريشن. ادي الاي عندي، ادي الاس عندي، الار اتش موجودة، والاي اي زي ما اتفقنا بتساوي زيرو، وهو عايز يحسب السوبر اليفيشن. ادي القانون بتاعنا اللي احنا لسه مستنتجينه. الاس موجودة، ال ار اتش موجودة، ال اي اي موجودة بزيرو، وال اي اتفقنا ان هو ذكر ان هو جنرال او نورمال جيج، فبالتالي عوض عن ال اي ب 1500 مللي. عوض في القانون هلاقي طلع لي القيمة ب 131.11. مش هاخد القيمة ديت زي ما هي، بنقرب القيمة لأقرب نص مللي. يعني هنا 131.11، فاخدها 131.5، يبقى ديت قيمة السوبر اليفيشن اللي انا محتاجها في حالة اني مع transverse acceleration او lateral acceleration. طيب الكيس التانية، احنا خلاص اتفقنا ان انا كان مسموح لي ان انا في عندي transverse acceleration وكانت قيمتها 0.45. يبقى كل اللي اختلف عن الكيس الاولانية ان انا عندي هنا AE بقيمة. AE بتساوي كام؟ بتساوي 0.45. هو نفس القانون موجود عندي، كل القيم ال S وال R H وال A E وال A أعوض طلع لي الرقم هنا ايه؟ 62.26. خدناه برضو أقرب نص، هيطلع 62.5. طيب لو افتكرنا في السلايد اللي فاتت كان 131.5، وهنا بقى 62.5، لمجرد بس إن أنا زاد عندي قيمة ال A E أو زاد عندي acceleration في الاتجاه العرضي. ايه المفيد بالنسبة لنا؟ او ايه اللي حصل؟ زي ما احنا اتفقنا ان انا لما كان القطر بيتحرك في مسار دائري ديت كده الاكسلريشن اللاترال، فلما بقى في عنده قيمة اكسلريشن في اتجاه سنتر الدوران، بقى في عندي فورس زيادة بتحاول انها تمنع القطر من ان هو يطلع بره القضبان، او بتريزيست معايا سنترفيوجال فورس. فما بقاش الوزن بس اللي بيأثر، لا بقت الاكسلريشن هي كمان داخلة معايا في المعادلة، فبالتالي قدرت ان انا اقلل قيمة الميلان بتاعة القطر، وده طبعا اكيد بالنسبة لي هيكون احسن كتير. بس كده خلصنا. يا رب يكون الفيديو مش تقيل عليكم، ولو في اي حد عنده اسئلة انا تحت امره. السلام عليكم.